هيك شخص قال عني ما عندي من الشهادات، ما هو باسبور كندا، لكن ان شاء الله هم برهنوا من خلال دليل واضح ودامغ، ما هو تاغط، دليل واضح وواضح عني اذا عادت شهاداتي مزورين بعد ما اعترف بهم كندا واشتغلت بهم في كندا، اللي قال هو عني ما عندي فيها تاغط. اذا هذا هو، وباذن الله لا هي لا هي نبدا في المقدمه باذن الله. طيب هذه المقدمه وهذا البث باذن الله لا هي سر المؤمنين. ياسر من الناس شين عنده يحز في قلبه ذا اللي خالق من الهجوم على الإسلام، وذا اللي خالق من الهجوم على المسلمين، وذا اللي خالق من الهجوم على علماء الأمة وعلى دعاة الأمة وعلى الخيرين من هذه الأمة، يغير ما عندهم الله يعدلوا، ما عندهم الله يعدلوا الصوف، وشين عندهم عنهم ما يقدروا يتكلموا عن الخلق به. لهذا الشيء من الناس ما عنده علم ولا عنده ما هو الشيء من الكلام الخاص اللي يوزعه ولا سلك منه حد. هذا هو، هذه هي الظاهرة اللي خالقه، وهي الظاهرة عليهم مبشركم أنا، يحفظنا ويحفظكم ويبارك فينا وفيكم، عنها ما هي جديدة، واللي يقوم بها حزب معين له نشرحه لكم، حزب من المنافقين وأمثالهم، واللي يجيهم الله صلى على النبي، الله هجموا عليهم بصلى على النبي وتوف، دمروهم بصلى على النبي، صلوا على النبي قولا وكتابة لين يعرفوا عنا جايينهم إن شاء الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، الله يحفظكم. أرى أحد ما صلى عليها واضح برنامج. طيب هذا الصراع قديم قدم الإنسان، دائما منذ أن خلق الله الإنسان، والله قاع من سابق خلق الإنسان بخمسين ألف سنة من الساعة اللي خلق الجن، منذ خلق الإنسان الله سبحانه وتعالى، رجعنا طالب منكم يحفظنا ويحفظكم، توقفوا الرسائل على الخاص، ما قد خلص هذاك، يحفظنا ويحفظكم، لا خلونا نركز شوي. طيب منذ أن خلق الله الإنسان وفهم هذا الحزب اللي ينقال له حزب الخير، وفهم هذا الحزب اللي ينقال له حزب الشر، وعلاماتهم واضحة وأدلتهم واضحة واتجاهاتهم واضحة، لا تخف ما هي دارقة على حد سوى هو منه. هذا حزب الخير واضح عنه فيه الأنبياء قطعا، فيه إبراهيم عليه السلام بلا شك، اللي أوذي في النار من أجل لا إله إلا الله، وفيه موسى عليه السلام اللي هو حزب الخير هذا، ركزوا معايا، وفيه موسى عليه السلام اللي أوذي في الله، يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، وفي حبيبنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللي آذاه أبو جهل وآذاه المنافقين وآذاه عبد الله بن أبي وآذاه جماعته، وقطعا عن هذا حد ماشي على طريقهم من العلماء، بهم العلماء ورثة الأنبياء عنهم يعودوا من ذا الحزب، ولا شك عن شيخنا الشيخ محمد الحسن عنهم من هاي الجماعة، نسأل الله سبحانه وتعالى له الثبات والقبول إن شاء الله بإذن الله. معناها أن ركزوا معي عن الحزب الأول، شوفوا الجماعة اللي فيه، شوفوا فيه خليل الله إبراهيم عليه السلام، وفيه كريم الله موسى عليه السلام، وفيه حبيب الله حبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وفيه ورثته من العلماء، بالعلماء وورثة الأنبياء. حد كان بيدافع عن هذا الحزب، وحد كان مهتم بأمور الدين ويدافع عن الدين، عرفوا عنه من الحزب، وضاحت هذه الشريحة الأولى. نقيس الحزب الآخر، الحزب الآخر عليه بالمقابل قائدهم الشيطان، هذا أنتم ما تعرفوه، ويستخدم شم الجنود، أولهم النمرود بزمن إبراهيم عليه السلام، ابتلاه الله سبحانه وتعالى به، وبعد ذاك يجي فرعون زمن موسى عليه السلام، وبعد ذاك الرسول صلى الله عليه وسلم به اللي أعظم من الأنبياء كاملين صلوا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم، ابتلاه الله بنوعين ما هم عند الأنبياء الآخرين، ابتلاه بالمشركين كيف أبو جهل وامثاله، وابتلاه بالمنافقين كيف عبد الله بن أبي وكيف أولياء، وابتلاه الله سبحانه وتعالى بالناس كاملة والمنافقين كيف، معناها عند الحزب الآخر من فيه النمرود وفيه فرعون وفيها أبو جهل وفيها عبد الله بن أبي وفيها الطالب إن شاء الله هو عبد الودود. هذا الحزب واضح، واضح أنه يدافع عن الباطل، وواضح أنه هجوم الدين. نختار نقول لكم القضية، شفتوا هذا الحزب اللي هو حزب عبد الله بن أبي والطالب بن عبد الودود وفرعون، هذا الحزب هدفه هو الدين، هدفه ما هو الرواقيش، وهدفه ما هو الرموز، هدفه الدين. ولا نقول لكم الخطة شنهي، هدفه الدين، هذا هجوم على الدين وهجوم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. كل حد يلا يعرف اتجاهه منين، يعرف هو في أي أحزاب، يكانوا مع حزب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، يكانوا مع حزب خليل الله وكريم الله وحبيب الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والله مع حزب أبو جهل وعبد الله بن أبي والطالب بن عبد الودود وأمثالهم، القسم الله هي ما يزيدها لكم حد عنه، حد يعرف اتجاهه منين. طيب هذه مقدمة عن الأحزاب شنهي والاتجاهات شنهي، هي يوضح من هذا اللي وراها كامل يوضح لكم. السبب نتكلم عنه عن انهار ماضي خلق كلام عفوي وغير مبرمج، أحسب وراجع عنه يعود غضبة لله سبحانه وتعالى، ويعلم الله سبحانه وتعالى عنه أول بث مباشر عدره في حياتي، ويعلم الله سبحانه وتعالى عنه مرتجل 100%، وسبحان الله بفضل الله سبحانه وتعالى لاقى صدى عجيب
أنا من نفسي ما كنت متوقعه. ولماذا؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. السبب ما هو كلام قلته أنا، ما هو مبرمج. السبب عنه أصاب في المقصد، السبب عن ذمش من هذه مخالق مولانا، كرهه الله إلى عباده المؤمنين، ويلزام مولانا حد يقول له شيء سوشنا. ولذلك هذا الكلام يخلق ما هو مرتجل. ومنين يخلق؟ إياك اللي يدلكم وراه نقول لكم عن هذه عصابات، وعنها مجموعات، وعنها ما تشتغل أفراد تشتغل جماعات. خلال دقائق مشيت أنا أوديوهين والله ثلاثة على التعميم، عدلت ونعتذر في جالية موريتا، وهذا أوديوهين والله ثلاثة، وخلط وتخليطة شاطرة، وعدل منهم أوديو واحد ونشر لكم هذا المخلوق على حساب. وياك يشك عني أنا، إياك تشك كنت معني أنا معتذر له هو، وأنا ما عاد الله عن نعتذر عن حق قلته. اللي ما اعتذر عنه والرجوع للحق فضيلة، عني عممت على الجالية الموريتانية في كندا وفي أمريكا، وهذا ما علمت على بعضهم من سوء. أكثريتهم ناس مثقفة، جالية كندا قطعا مثقفة كاملة، وكيف جالية أمريكا ناس مثقفة وناس محترمة يخدموا وطنهم، ولا قط جابوا ما قط جابوا العار، ولا قط نحبس من حد ولا شيء ولا شيء. المهم هذا الاعتذار جابه هو يدور يغير الموضوع، وراني معتذر الجالية، وانا اللي عيني عليه افراد معينين يعرفوا رؤوسهم، اربعة في كندا و13 في امريكا، انا نقدر نعدهم واحد واحد، اربعة في كندا والله خمسة واحد فيه الشك شوي، والبقية فهذا هم اللي باعوا دينهم، وهم هم اللي واضح عنهم من انصاره هو، وتشوفوها في تعاريقهم عليه، وتشوفوا هم العين عليهم. بقية 96% من الجالية ما عيني عليها، وتايب المولانا منك واستغفر الله العظيم. المهم هذا الحزب هو مثاله، دائما عندهم سيستم ينقال له الحيد. هذا الحيد تغيير المواضيع، ولاه جديد. هما جايبينه من شيوخهم، جايبينه من شيوخهم النمرود، وجايبينه من شيخهم فرعون، وجايبينه من شيخهم ابو جهل. عنهم يغيروا حد محاجج ولا عنده حجه معينه، يغير الحجه شور شيوخه. الله يعطيكم عليهم مثال استفادوا. سابقنا نبدعوا قليع ماسكات. شوفوا منين خلقت محادثه والله مجادله بين ابراهيم عليه السلام اللي هو من حزب نحن، وبين النمرود اللي هو من حزب عبد الله بن ابي وطالب عبد الودود ومثالهم. شوفوا المناظره اللي خلقت بين نحن وهما. ابراهيم عليه السلام قال: الم اعوذ بالله من الشيطان، الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك. لاحظ عن القضيه هون في ربه، الاشكال المناقش في ربه، القضيه الجوهريه، القضيه المحوريه هي قضيه الربوبيه في ربه. ان اتاه الله الملك، هذا العبد اعطاه مولانا نعمه من نعم الملك، خالقين عبيد اخرين اعطاهم مولانا تطراق لسان، يا غير ما استخدموا في طاعه الله، ما استخدموا في طاعه الله. ان اتاه الله الملك، شوفوا بدا الحوار، لان عاد لكم الحيده عنهم جايبينها من شيوخهم، ما هو شيء جديد. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. إبراهيم عليه السلام خليل الله اللي هو من حزب نحن، قال عن ربه يحيي ويميت، أعطاها الصفة لله سبحانه وتعالى. الآخر ما عند الله يعدل. قال أنا أحيي وأميت، شوف الحيدة، لا يغير الموضوع، يقدر يقول له يا إبراهيم لا نغير عنك الموضوع شوي. هذا ما عندي له شيء، هذه صفات متينة علي وأنا على باطل ولا نقدر نرد عنها، لا نغير الموضوع. قال أنا أحيي وأميت. قام وجاب اثنين، واحد اثنين محكوم عليهم بالإعدام. قال واحد مشي طلص، وقال واحد انت انقتل. قال هو قتلوا هذا، قالوا شفت انا احيي واميت. شفت هذا هو تغيير الموضوع. ابراهيم عليه السلام قد كان قد يخوض معه يقول له ما هو الاحياء اللي عيني عليه، الاحياء اللي عيني عليه من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه، الاحياء اللي عيني عليه فكسونا العظام لحما ثم انشاناها خلقا اخر. يا اخي ما مشى معها بهذا الاتجاه. قال له قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا هو اللي قال شيخهم هو، مش قال تلميذه هذا؟ ايش قال تلميذي؟ وراني لا يفهم حد عني مكفر، انا ماني مكفر حد. طالب العبد الودود ما قد سمعته قال شيء مكفره، يقال بعد علامات النفاق واضحه فيه ولا نقولها. المهم تلميذي هذا يدور يغير عن الموضوع الجوهري اللي هو محاربه الدين، واللي هو الدفاع عن علماء قاموا قاس شهادات. يعني انا نقدر نعود لي اسوه حسنه في ابراهيم ونمتثل ونقول لك قاع ماني مناقشه، ونجيب له الادله ونرد الموضوع. وهو قال عنه الى افتح حسابه عنه لا يجيب الذي لا افتح حسابه وافتح الذي لا ما افتنا غيناه. موجب عن نجاب هذه الحجه لاش اياك يلهينا عن الموضوع الاساسي اللي هو موضوع الهجوم على الدين وهجوم على الدعاة وهجوم على الاسلام. شبه الناس يمرشي فيه ويغير الموضوع. انا ما ولي يمرشي فيه يقارن مولي في نفس الوقت له ينكذبه هو. معناها اني له يخليه بالموضوع اللي كاره وقاعد على قلبه اللي هو محاربته هو للدين ومحاربته للعلماء ومحاربته للرموز ايا كانت هذه الرموز.
لنجيب في قارن مولي بنهاية إن شاء الله الفقرة بعد نهاية الحصة، لكن نعتر إن شاء الله بالدليل القاطع كذبه عميان شهاداتي إلى عاد ما معترف بهم الطالب والعبد الودود، معترف بهم الحكومة الكندية. تو بعد شي معترف به الحكومة الكندية كافيكم. صلوا على النبي لعد تذم مهفق. يعني شي معترف به الحكومة الكندية كافيكم من الأدلة صلى الله تعالى عليه وسلم. لا يجيب لكم دليل عميان الشهادات اللي عندي معترف بهم الحكومة الكندية ويحشم هو. ده بعد كافي بصيف سؤال. المهم وفي نفس الوقت صلى الله تعالى عليه وسلم وفي نفس الوقت لين نقلع مسخياتهم. اذا وبالتالي عادوا هاو النقطتين. طيب بسم الله نقول لكم القصه ما هي قضيه محمد الحسن؟ الظاهره شنو هي بعد كاع؟ اولا باهي نقول السؤال الاول في هذا النقاش شنو هي هذه الظاهره اللي انا نبغي نتكلم عنها؟ الظاهره الله يحفظنا ويحفظكم يا جماعه المسلمين جماعه الطيبه المؤمنين خيرين، هاي الظاهره عباره عن ظاهره يفتح رقاش تلفونه والله اوردناتيرو والله ايباد والله اي جهاز عنده هو يتفاجئ بخمس اخبار والله خمس ترند خمس اخبار والله ترندات خمس اخبار هو يتفاجئ بهم وكلهم في اتجاه واحد. اذا هو لا يجي خبر اذا هو واحد هاجم على علماء التصوف هاجم على العلماء وهاجم على الاولياء وهاجم على الصالحين يكفر هذا الولي وينكر على هذا الولي وينكر على اتباع هذا واضح. ويجي هجمة اخرى له والك جماعة اخرى والله خبر اخر مهاجم على عالم من علماء الربانيين ويجي خبر اخر قاع ما معلوم به اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه يعود مدسوس فمزاده يعود هاجم على اتباع هذا العلماء سواء كانوا اتباع الاولياء واتباع الصالحين وسواء كانوا اتباع هذا العلماء والائمه والعلماء الربانيين. ويجي خبر اخر ما معلوم به زاده هوك دارك يقارن مقارنه خبيثه بين الاسلام والله بين دوله مسلمه ودوله غربيه، مقارنه خبيثه تحتوي ما تحتوي. ويجي خبر بسيط هون له سبب حرب اهليه. هذا كامل يشوفه حد يشك عنه عشوائي. عنه راندوم عشوائي، هذا ما هو عشوائي. هذه خطه مدبرة معدلينها أعداء الإسلام يستخدموا الشمن الأغيلمة والشمن المنافقين والشمن العلمانيين والشمن اليساريين والشمن الملحدين والشمن المنافقين والشمن أتباع حزب عبد الله بن أبي والطالب والعبد الودود يستخدمهم في هذا الاتجاه إياك يهاجموا دينكم وفهموهم وكلهم لهي نشرح لكم هذا الهدف ما هو الهجوم على الصالحين ولا هو الهجوم على القادرية ولا تكفير الشيخ تيجان رحمة الله عليه ولا تكفير الشيخ سعد بوه ولا الشيخ خيار رحمة الله على الجميع ولا 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 تضليل الشيخ محمد الحسن والددو ولا تكذاب الشيخ بالداه رحمة الله عليه ولا تكذاب محمد السيد يحيى. لا، الهدف ما هو هذا، الهدف أكبر وأعظم وهذه الخطة مدروسة علميا ومدروسة دارسها الغرب وراها أجهزة أمنية وراها دول وراها مخابرات وراها شيء ما قط الشاف من أجل هدم هذا الدين وهما نسأل الله سبحانه وتعالى استخدمهم الله بهذا. باعوا كرامتهم وباعوا دينهم وباعوا أهلهم تخلاوا عن أهلهم وتخلاوا عن وطنهم إياك ينصروا الكافر وحربهم ما هي معاكم يا الدعاة ويا الأئمة حربهم ما هي معاكم حربهم مع خليل الله وحربهم مع حربهم مع كريم الله وحربهم مع حبيب الله وحربهم مع ورثة حبيب الله وحربهم مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا أعداء لرسول الله ما قد يقولوها مباشرة وأعداء الإسلام ولا قد يقولوها مباشرة جابوا هذه الخطة يتمسكنوا كلهم داخل في رواية ما تعرف شنو اللي يجيك بعنو المساكين واللي يجيك بكذا واللي يجيك بكذا واللي يجيك بكذا هذا تعرفوا مذهب تاش لهنا نعطيكم من المثال اليهود يعرفوا لا الناس الكبار والله الناس اللي المحاضر وراني من هذا المنبر محييه المحاضر ومحييه القرآن وطالب منهم الدعاء ثم أهل الله وخاصته الله يحفظكم ويبارك فيكم وحد هاجمكم مهاجما لا راسه ما هو لا يضركم ضرا لا راسه وفطنتوا كيف حد هاجمني أنا ما هو لا يضر لا راسه هذا إنسان حاقد وحالنا هنا نرجع له. المهم نسيت اللي كنت لاهي نقول إجابة موجب القرآن. المهم عن هذه هي المثال قلت عنه لا يفهم الله المحاضر والله الناس القديمة تعرفوا قديما كان يعود لدان ما هو خارج قلنا احنا هي المثلث
بسم الله الحمد لله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. قدو قدو على الموحدين بالصلاه على النبي، قدو عليهم بالصلاه على النبي. المهم لا اله الا الله، هذا المثال قلت لكم لا يفهمه الا الناس القديمه، ولا يتفهمه الا الناس اللي قط عاشت في المحاضر. تعرفوا عيعود لدان ما هو خالق الحم ما هو خالق. والله الناس اللي في العزيب ولا يعدل الشم الغدا، نفترض مثلا ما روى الشركاش، والله ما روى دلقان، والله باطف دغو ما روى قوسي، لدام خالق منه ولا نوع من الزبده. هذا المثال من تفهمه عميق به لله يشرح لكم ذا اللي راه كامل. لا تنطرح بلات مارو والله التفصيل، وتندار حفره الوسط، وتندار وسطها الزبده، له يذوبها، له يذوبها حمان مارو تعقب تسيك. طيب الاكل اللي على القصعه مزقني كاملين يدوروا ذيك الزبده، كاملين يدوروها. يا اخي فيهم واحدين فارهين لا يقبلوها طشه طشه، وفيهم واحدين ما هم عاقلين كيف ولا مخيطين، لا يقبل اللقمه ويقوم مباشره الماشي وخاص قمسها في الزبده ويكفر ويجي دوافي. الاخرين اللي حالقين قالوا لكم شفتوا هاي الزبده، هاي الزبده مثابه الاسلام، مثابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثابه الاسلام الوسط وهو الهدف الحقيقي. هذا اللي مزقنا به من الطعام عباره عن طبقات، وعباره عن شيء يحمي هذا الدين ويحمي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الغرب وأعداء الدين والملحدين قالوا لهم لا تهجموا على الإسلام مباشرة بكم، لا يفطنكم وتنتسخوا تلتعنوا في الدنيا وفي الآخر. يا غير هجموا على الناس اللي حاميته، هجموا على الناس اللي حامي الدين ولا يبقى شيء ما جيتوه فيه، هجموا على علماء على القادرية، مشايخ القادرية وانكروا كراماتهم وقولوا عنهم الناس استعبدوا قبورهم، وهجموا على التجانية وكفروا الشيخ التجاني وكفروا الشيخ إبراهيم الناص، وهجموا على الشيخ أيار رحمة الله عليه، لا يبقى حد. هجموا على الناس كاملة، وهجموا على العلماء، وهجموا على الدعاة، وهجموا على أتباعه، إلين ترق الحاشية العامة. منين تعود العامة؟ سياني عندهم، يعود سياني عندهم العالم مع غيره، وسياني عندهم الولي مع غيره، وسياني عندهم الداعية مع غيره. ساعتها Can you please stop texting please? I can. Yes. لا إله إلا الله. منين يساوى عندهم الداعية ويساوى عندهم هذا، لا يترق لهم الحاشية من قد الدين. ومنين ترق الحاشية من قد الدين ذيك الساعة يقدوا الناس ضعاف الإيمان وضعاف العقول، وهل المادة له ينسحبوا من الدين ويبقوا الملحدين ينتشروا واحد واحد. هذه هي الخطة. طيب عندهم لها بسم الحيل عليه، يقول قالوا لهم بسم الله، شفتوا نحن هذا ما نقدر نعدلوها، اعطونا خطة نعدلوها، اعطونا خطة نعودوا ما ننفضحوا، اعطونا خطة نعودوا ما ننفضحوا بها، ولا ينفطن عنا هدفنا الحقيقي ما هو العلماء، ولا ينفطن عنا نحن هذا ملحدين ومنافقين. نعود وندخلوا في المجتمع ونتغلغلوا فيه ونقبضوا منه لو ضعافة العقول، إذن يعودوا معانا ونعدلوا من هذا غوغاء، نعدلوا من هذا ضجة، نعدلوا بلبلة. قالوا هم ألعبوا على أربع أشياء. وهون ندوركم تصلوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وندوركم تتبهوا لله إن كنتم بيد الله، نبدأ ونقرعوا ماسكات واحد واحد. هذه العلامات اللي نقول لكم، مجرد نقولها لكم وتفهموها باذن الله سبحانه وتعالى، لا تعود ولا مجرد تشوفوا صفحه واحد لا تعرفوا كانوا من حزب ابراهيم كريم الله وخليل الله وكريم الله وحبيب الله، والله من حزب عبد الله بن ابي وطالب عبد الودود. لا يضاح لكم اتجاهه شنو، لا يضاح لكم. ماسك الاول قال لهم هاجموا الدين من خلال الرموز الدينيه، هاجموا الدين من خلال الرموز الدينيه والشعائر الدينيه والحرمات الدين. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، حرمات الله. كيفاش قالوا لهم أغبية؟ كيفاش يقير عندهم ناس تستخدم العلم وتستخدم العقل، يقير هذا العلم اللي قراوهن إياك نستخدموه لهم، إياك نعودوا عملاء. أعطانا الله سبحانه وتعالى ذاك اللي أعطانا، وراجعين على الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويثبتنا. قالوا لهم شوفوا هجموا على الدين من خلال لا اله الا الله محمد رسول الله، من خلال المشاعر الدينيه. اش كيفاش؟ قالوا لهم لا تجبروا موجب تقدوا تدخلوا فيه اللحيه به، اللي اللحيه سنه من سنن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما دخلته. يسوى لا تتكلموا عن الحوت، ديروا الحوت لحيه، ديروا الحوت لحيه وربطوا اللحيه بالسنه وربطوا السنه بالدين، اياك تبدا الناس تتمالص من شعائر الدين طشه طشه وتبعد عنه شيئا فشيئا. فهمتوا الفكره؟ ومنين تشوفوا واحد ذاك الوسا هو يتكلم عن لحيه الشيخ محمد الحسن والددم، عفوا سمحوا لي ديك سقطه، يتكلم عن لحيتي انا قال عنها كيف الجنفر، انا هذه الجنفر اللي عندي حامد الله سبحانه وتعالى عليها
وحامد المولى نقول دعاء اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وراجي من الناس كامل عنها تم تقولوا راه واركم مهم، الخلق مهم. هذه اللحية اللي عاطيني مولانا امتثل بها سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. موتوا بغيظكم، اسخروا مني ولا تسخر، اسخروا ولا تسخر، اسخر من اللحية يا غير ذي القدر، وعني كنت راجع عنها تعود أكبر وتعود أشبه اللي حيث صلى الله تعالى عليه وسلم، غير هذا الزمن بالنسبة لي أنا موضعي أنا، هذا هو اللي سامح حالي به الظروف، هذا هو اللي سامح حالي به الظروف ومتذر بها سنة الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم، وسخر أنت والله لا تسخر. المهم نرجع لموضوعنا، قالوا لهم أي شيء يتعلق باللحية لا يعدل منكم فيديو يعملوا 5 دقائق يعملوا 6 دقائق ما سخر من الشعيرة من شعائر الدين، سخر من اللحية، سخر من سيماهم في وجوههم، شو الناس اللي عندهم سيماهم في وجوههم، سخر من لباس الدعاة، سخر من كرامات الأولياء، سخروا سخروا قالوا لهم يلين تبعدوا الناس. إذا الهجوم على الهجوم على الرموز الدينية، هاي النقطة الأولى. وندوركم تنتبهوا للرواية، راجي منكم منين تسمعوا، منين تسمعوا هذا، انتبهوا هذا اللي نقول لكم علمي ودقيق وأكاديمي، حتى منين تسمعوا هذا اللي ينقال، منين تسمعوا سمعوا التسجيلات وكل مخاليق اللي هو حزب عبد الله بن أبي وابو جهل والطالب والطالب عبد الودود، منين تسمعوا قضيه حزبهم، منين تسمعوا مداخلاتهم، عدوا لي في المداخله الواحده خرصوا لي طول المداخله كم وكم لا يعد فيهم السخريه على شعيره من شعائر الدين، عدوا هذا. راه هي هاي الشعيره دقت تعود، كيف قلت لكم اللحيه دقت تعود، سيماهم في وجوههم دقت تعود، الشكل دقت تعود، الهيئه دقت تعود، اللباس دقت تعود، السمت يسوى كان هذا السمت سمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ايش قالوا لهم؟ قالوا لهم انتم عليكم ادا كرهوا الناس بزفتوف. اذا ماسك الاول، اي حد شفتوه في صفحته والله في منشوراته والله في تعاليقه يسخر ولو ايماء ولو ضمنيا، ما لابد يصرح مباشره انه مره ماكم خبيثين، ولو ضمنيا يسخر يدير لكم السم في العسل، يسخر من شعيره من شعائر الدين والله يدخلها في شيء ظاهر عنه خروج وما عندها به علاقه، اعرفوا عنه من فئه من ذاك الحزب، من حزب النمرود ومن حزب فرعون ومن حزب ابو جهل ومن حزب عبد الله بن ابي ومن حزب الطالب والعبد الودود ومن شابههم، السمنو قلعوا ذاك ماسك، لان يقول هاك نقول له ماسك ماسكك انقلع، رانا شفناه. هذه كانت الطريقه الخطه الاولى. الخطه الثانيه قالوا لهم هجموا على المشايخ، هجموا على الشيوخ للرموز، هذو الطبقات اللي قدام الزبده اللي قلنا، هجموا عليهم واحد واحد، لا تخلوا شيخ صوفيه ما هجمتوا عليه، لا تخلوا ولي من اولياء الله ولا مداح يمدح الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ما هجمتوا عليه وكلتوا عرضه وردحتوا فيه، لان هدفكم ما هو هذا، وهذا وسيله، انتم هدفكم الهجوم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، كما هو الحال في قضيه عبد الله بن ابي والطالب والعبد الودود، هدفهم الهجوم على الدين، هجوم على دينكم، هجوم على الله سبحانه وتعالى، وهجوم على رسول صلى الله عليه وسلم. يا خير الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى العلماء والدعاة ومحبين الدعاة ومن سرع إلى نهجهم إلى يوم الدين، صدورنا وأعراضنا وأبصارنا وآبائنا وأمهاتنا فدا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وليخسئ الخاسرون. والله يقولوا قولوه والله يتعدلوا عدلوه، فاجمعوا أمركم ثم اقضوا إلي ولا تمروا، لا تبقى دولة ما جبتوها ولا تبقى مخابرات ما تعاملتوا معها ولا يبقى شيء ما عملتوه. فهمتوا؟ مسكم انقلع. قالوا هجموا على المشايخ، هذه هي الخطة الثانية. المشايخ يقولون لهم، ما يقولون اخوتي المشايخ ايش يقولون؟ ايش من العلماء الربانيين اللي كلها واحدة براسه يدعي مولانا؟ قال لهم لا الا جبر الوعي. قال كبيرهم دحين خلاص انا يا خياتي هذا العلماء ما اجبرت عليهم شيء، ما اجبرت عليهم يكون الخير، خارج شبعت. دحين نقول عنهم عندهم شو من فضة، ما هم ما يشتغلوا، الفضة اخبارها منهم. قالوا له كرد عليك به، كرد قالوا الله اللي مزيان اللي قلت عليك به. هذا قبال كرد اضغط، لا يسمعوك الجهل وضعفت الايمان وضعفت العقول، وش يجد عليهم؟ اولا انت ابوهم، انت جدهم، انت عمهم، تحجر عليهم، انت رزاقهم، بس نحيل له تحجر رزق مولانا اعطاه مولانا لهذا المشايخ فضل مولانا. لا يصنقول لك انا شغله ما انا كنت عالم بها والناس، ولا شفت حد يتكلم عنها عند هذول العلماء، هؤلاء العلماء عندهم شغله يا اخوتي، ومن اكثر من اكثر الشغلات اضرارا للاموال. القرآن أعطينا دليلك من القرآن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أخوتي يرزقه من حيث لا يحتسب من مولانا، ايش تقولوا فيها؟ ألا قولوا لي يرزقه من حيث لا يحتسب من الرزاق الكريم، ايش تقولوا فيها؟ ايش تقولوا فيها؟ حق الله وجهت لكم، وجهت لك يا حزب الطارب والعبد الودود وعبد الله بن أبي، ايش تقولوا في رزق مولانا منين تجيب؟ يرزقه من حيث لا يحتسب، هاي النقطة الأولى. باب ثاني،
انت ما تعرف عن هؤلاء العلماء. الدليل الثاني، الباب الثاني اللي ما انك انت عالم به، ما انك عن هؤلاء العلماء الظاهر من سمتهم ومن هديهم، وجوههم تتلألأ نورا وذكرهم يتلألأ نورا، وخارج شمن الناس وجوههم يتلألأ، نعوذ بالله، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. ذنوبهم ليك يتشوف على وجوههم، وجوههم كريهة ما تقدر تخرص، كراهة الذنوب، كراهة الحقد على المسلمين، كراهة العقوق، نسأل الله السلامة. من أكبر الكبائر العقوق يا أخوتي. خارج حد ساوية للدنيا، ساوية للدنيا وما فيها، اللي يمشي عن والده يا أخوتي، خارج حد ساوي له باسبور كندا، ساوي له باسبور كندا اللي يمشي عن والده، باسبور كندا ينسخ تايب المولى، باسبور كندا أضرو يظل حد هاش على والده عن طريقه، حد ساوية للدنيا وراه على راسي ومحترمه. خارج شمن الناس، لا ذا كيف وترف، لا ذا كيف. المهم قالوا هاجموهم وقولوا عنهم ما عندهم رزق، شوف عندهم من يتق الله يجعل له مخرجا يرزقهم ويرزقهم حيث لا يحتسب، وعندهم وعد اخر مولانا، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. اخسؤوا اخسؤوا يا جيش عبد الله بن ابي، مروا خسئتم، مسكات، انقلعوا. استغفار هذا العلماء واحد فيه عنهم لا عنهم لا استغفار. الطريقة الثالثة، الثالثة اللي نقول، كانوا نصحوني أنا باقيش عني ما نكفر، ونصحوني عن نحضر، قلت لهم والله ما نحضر إن شاء الله بالقدر اللي تعد الناس، ولا نكتب شيء يدن يعود عفوي، نطلق خربانية إن شاء الله عليكم بإذن الله، تدمركم تدميرا، تدمركم تدميرا، الحق ما عينه يحضر، ليست النائحة كالثكلاء، ما شاركهم شيء. طيب عندهم رزق، عندهم يبوي باب آخر، ما تعرف أنت من الرزق، عندهم باب هذا القرآن الكريم، هذا القرآن اللي أخذه بركة، هذا القرآن اللي أنزل فيه ليلة مباركة، هذا القرآن اللي مبارك ولا يتصل به شيء، ولا يتصل به شيء يسوى شنو ما عاد مبارك، ما يتصل به شخص ما عاد مبارك، ونزلت له البركة في أمواله وفي وقته وفي ذريته. هذو ناس أعطاهم مولانا القرآن الكريم، أعطاهم مولانا فضل من الله في صدورهم، حد ما احترمهم يا الله الى عاد اللي على بابه، والى عاد اللي ما هو من حزب ابو جهل وعبد الله بن ابي وطارق بن عبد الودود، يا الله على الاقل يحترم القران اللي في صدره، يا الله على الاقل يحترم هذا القران. اعطاهم مولانا البركه ذاك اللي فيه وذاك اللي يتابع له كامل الارض، هاي البركه يقدموا لها شيك الناس عنه بطرون وهو قاع ما هو بطرون. المهم هاي النقطه كافي منها بها، اللي في الحقيقه ما ماسك واضح، منين نشوفوا حد، منين نشوفوا حد مهاجم عالم العلماء، والله شيخ من المشايخ الصوفية وغيرهم، أعرفوا عنه من ذكر فيها، أعرفوا عنه من حزب النمرود ومن حزب فرعون ومن حزب أبو جهل ومن حزب عبد الله بن أبي ومن حزب الطالب والعبد الودود، واضحة قضيته. وراني ماني مبرأ أحد العصمة، ما يخالق بعد الأنبياء، لا شك أن علماء فيهم محدين ما هم معصومين وأتباعهم أطم، ولا شك أن مشايخ الصوفية ما هم ما فيهم محدين ما هم ما فيهم حد معصوم، ولا شك أن تخلق أخطاء، هذا ما هو العين عليه يا خير. هم تعرفوا ايش يقولوا لهم؟ يقولوا لهم منين تجبروا عالم معدل كلمه واحده فيها 10 اوجه صالحه ووجه واحد هو اللي فيه شك، خلوا عنكم ذيك 10 اوجه وضغطوا على ذاك الوجه الواحد. لهي نعدل الفكره، منين تجبروا عالم طاحت منه كلمه ولا هو معصوم، ما معصوم حد، طاحت منه كلمه عندها 100 وجه، 100 وجه صحيح لا غبار عليه، وعندها وجه واحد هو اللي فيه مدخل، قد ندخل شوي، ركزوا على ذاك وتموا عدوه، وهذا هو اللي معدري. اذا من تشوف واحد هاجم على شأنهن عد، من تشوف واحد هاجم على شعائر الدين، عرفوا عنه منافقي، في علامات النفاق، وهدف الدين وهدف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تشوف واحد هاجم على العلماء والمشايخ والصالحين، عرفوا عنه فيهم ما يرى المنافقين وعسوا منه. الطريقه الثالثه قالوا هجموا على الاتباع، هجموا على اتباعهم. من تشوف الاتباع صدقوا صدقه اغمزوهم، المزوا فيها واغمزوا، وقولوا عنهم معدلينها ريان، وقولوا عنهم معدلينها دور الاصوات، وقولوا عنهم معدلينها ومصورين. تشوف تمرين واحد، شوف المصورين، قلت حد يعدل صدقه ما صورها. يا اغبى الناس، يا اعداء انفسهم. الله سبحانه وتعالى قالوا قال ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه. ثم ابطلتوا الله سرا علانيه خليتها. يا اغبى الناس الله سبحانه وتعالى، ويا العن الناس، ويا احقد الناس الله سبحانه وتعالى قالوا قال لا اله الا الله سرا وعلانية، تفقد الآية الأخرى إن شاء الله. إن تبدوا الصدقات، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم.
ما لاحظت الملمح في هذه الآية، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي للفقراء، وإن قالوا بعض المفسرين وإن تخفوها فهي خير لكم أنتم، وحد خلطهم قاع أشبه ذكاء، حد ظهر الصدقة إياك استفادوا منها الفقراء، هذا نعمة لهم هي خير للفقراء توخر لهم. بيلي هاو الفقراء اللي في نواكشوط اللي يسيروا شورهم القافلات ونعطى لهم ينسقاو واليتامى اللي ينكساو، ما لا يعلموا بهم اهل امريكا وكندا لو كانوا ما شافوا الصور. وين هو حد في امريكا وكندا له يمشي 1000 دولار لحد ما يعرف، ولا قط شاف اسمه لا يعرف اسمه لا يعرف قبيلته، يقول صدق هذه عني، هذا لا من عظمه هذا الدين، لا يخرق لا في ان تبدوها. مهم اطعنوا فيهم وغمزوهم، وراني محيي اهل الناس اللي تتطوع لعمل الخير، اسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم، واعرفوا عن الصدقات خيرها عظيم، واعرفوا عن الصدقه اللي سخر منها هذا المخلوق النهار الماضي وقال يعطي واحد منهم 2000 وقيه، ذيك 2000 وقيه قد يربيها الله سبحانه وتعالى كما يربي احدكم فلوه، واعرفوا عنكم يوم القيامه الناس اللي تجي متظلة بصدقاتها، الناس تجي متظلة بصدقاتها، كثروا من الصدقه وواصلوا عملكم، يسوى سخر فيكم وسوى ارتداح انتم الدور لوجه الله سبحانه وتعالى، ولا تتراجعوا. وكم هو شرف وكم هو احيانا عني يتخلق دموع شم الناس، يتخلق دموع من يتخطب زهوارك، تشوف موريتانيات الطافلات المتعدلات والعيال المتعدلين لابسات الباس ويلوذوا لوذ المريض يشتروا الدواء. هذا وين هو؟ نعتوا لي حد من الملحدين، نعتوا لي جماعه من الملحدين، نعتوا لي جماعه من اليساريين، نعتوا لي جماعه من المنافقين اللي يتقيم شور الطب الانكولوجيا وتريد تقول لهم بسم الله عندنا مريضة هم شاريه الدواء، بسم الله نعتوهم لي نكريكم بقى ما انكم لا تجبروهم. نعتوا لي حد من الملحدين بما فيهم هذا الطالب والعبد الودود، قولي لي كانوا قط شفناه والله قط شفنا جماعه معه قيمت ومشاها صدقه والله اعطاتها والله اخرتها والله والله جحدتها. ما هو خالد يا اخوتي، الحق واضح والباطل واضح. المهم ماسك الثاني راهو طاح، والله الثالث، ماسك الاول الهجوم على الشعائر الدينيه طاح، ماسك الثاني الهجوم على المشايخ والعلماء طاح، ماسك الثالث الهجوم على الدعاه وعمله الخير والمتطوعين. وفينا من نمر زاد هو. طيب الهجوم الاخر وهذا خبيث خبيث جدا به اللي ما ينفطن له، من اخبث الهجومات الاخر، يوعدوا وحدين اغبياء كيف قلت لكم ويقيسوا الزبده مباشره، ويوعدوا وحدين اغبياء ويكثروا ينفطن لهم، الكثر ينفطن له، لان الوعود واضحه عداوتهم لله ورسوله، تعود واضح انهم عداوتهم للاسلام واضحه وبينه. يقير هذا الصنف الرابع اللي نقول لكم اخبث منه واخطر، هذا الصنف يهتم والله يحاول انه يزرع في عقل المسلم في عقل المواطن عن سبب التخلف عنه الدين، وعنده اساليب خبيثه جدا. يقارن بين الدول المسلمه مع الدول الغنيه ودائما في اطار الدين، يقول شوفوا هذه بعد دوله مسلمه موريتانيا اللي يقارنها بكندا، يا اخي على الاقل قارن تركيا بكندا، والله قارن ماليزيا بكندا، والله قارن اندونيسيا بكندا، انا اقول لك هذوك مسلمين يقل متقدمينها. لا، هي يزرع في عقلكم الباطن في الخلفية في عقلكم الباطن اللي ما هو واضح لكم، له يزرع فيه عن هذا الدين عنه هو سبب التخلف. ومع ذا ما ننكر عن فم واحدين عنهم خلع عنا ما يمثل الدين، وهو منهم، ولا نعطيكم عليه مثال، لان نعطيكم عليه مثال ونعطيكم عليه مثال عنه دخل مسلمة مولانا ما عندها علاقه بذا، دخلها في هذا نوع من الهجوم على الدين، لكن ما زلنا لا نجوا ان شاء الله. طيب فم نوع خامس ذو قاعد تخرجوا، هو التالي من هذا ماسكات، ماسك الخامس ذو قاعد تخرجوا كاملين، تخطاوني انا وتخطاوكم فر، ذو قاعد قال لهم يا جماعه انتم قاعد فوق ذا كامل، عدلوا لنا دين جديد، بسم الله جيبوا لنا دين جديد. قاعد شكوا المسلمين في دينهم، شكوهم في ثوابتهم، شكوهم في عقيدتهم، جيبوا لنا دين سموه الدين الابراهيمي، وما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان ولكن كان حنيفا مسلما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طيب اذا ماسكات خمسه لين نعلمهم لكم ونتحول لكم شورت خطه باختصار، انا كيف شيء الوقت ضايقني، حتى ضايقني انا قاع ما فد جيت ما فد قاع، انا قاع مزلت من بالكرعيه ما فد قاع عمت ما فد قاع دخلت لمواج ما فد دخلت لا مزلت من بالكرعيه وتو الى نعتلوا ونعت الاعداء الله سبحانه وتعالى انهم لا يشوفوا حد ساكت عنهم ويغرهم ذاك، لا يشوفوا لا يشوف لا يشوفهم ذاك ويشوفوا حد يشوفوا حد ساكت ويشكلوا به الماء عنده الهشم، يسبوا رقاش وشكوا عنه ساكت، والله حليم عليهم به اللي ما عندهم شيء، لكن ما هو هو الواقع ولا هو هو الدليل، به اللي أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخشى لعمري وهو نباح. لا تشكوا عن سكاتنا عنكم ضعف، لين أعلي لكم من البيت، أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة والكلب يخشى لعمري وهو نباح،
خليهم ينبحوا، لكن الأسد ساكتة، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى منين تحق الحقيقة، أسود في سبيل المصطفى صلى الله عليه وسلم. أسبوع نتقلب لكم أسبوع، والتعمار ما يردنا، ولا يردون القنابل، ولا يردنا الكلام، ولا يردنا العيب. صلى الله تعالى الحقوا انتم رسول الله وشوفوا ذاك الله يخلق شر، ولا تشكوا عن نبي واحد من نبيه كبيرة عنده نفسه، والله لا سامحكم عنه ما يقدركم أش. ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذر تحاربه. إذا سبني نذر تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون أساببه. هذا هو الحقيقة. لا تشوفوا حد ساكت عنكم. إذا سبني نذر تزايدت رفعة، وما العيب إلا أن أكون أساببه. ولو لم تكن نفسي علي عزيزة لمكنتها من كل نذر تحاربه. لو كانت نفوسنا ما هي عزيزة علينا، ما يسمينا رقاج ما حست عليه وشكرفت وبطيت ولين شاف إلين يشرب الذنبان على جليده. يا خير انفسنا اكبر منا، ونحن اكبر من اللي نقضوا على الناس، خصوصا عدم ما يستحقوا قاع كلامنا. اما بحر شيء اخر. نرجع لموضوعنا. طيب اذا قلنا عن ماسكات خمسه: ماسك الهجوم على الدين، شعائر الدين، ماسك الهجوم على الصالحين والعلماء، ماسك الهجوم على الناس اللي تعدى الخير، وماسك الهجوم على ماسك مقارنه الدين بالدين الاخرى، وماسك الاخر ما نشادين اخباره به الاهل القليلين قاعوا له كل حد يصلح له. طيب بسم الله، الخطة شنو هي؟ خطة بسيطة. وفينا من ماسكات الله عدتم انتم اللهم صل دمروهم، بصلوا على النبي، صلوا على النبي، صلوا على حبيبكم، صلوا على رسول الله. ما أنا متخطي ما فتو صليتوا عليه، دمروهم بصلوا على النبي، صلوا عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انجو الخطة الخبيثة الماكرة المبنية على علم وعلى أساس. وهاي الخطة مرقدة عندهم من مئات السنين أعداء الإسلام. أحسنت إن شاء الله، جزاك الله خير أخ عزدين. الله عز وجل جزاك الله خير سعادة السفير، بارك الله فيك، شرفني حتى عن صفحتي فيها سفيرنا وشرفنا وفخرنا دكتور عز الدين صندوق، شرفني حتى وشرفني عنه على القلية، بارك الله فيك. طيب سامحني الدكتور يعتلي ما لك فاهمة ياسر من ذا اللي نقول حسانية تعتلي عليك شوي. المهم نرجع لموضوعنا، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قلنا عن الأقنعة زالوا، وعن هاي الخطة موجودة مئات السنين، وهدفها موجود، الهدف الهجوم على الإسلام، ودائما تزامن مع أزمة، دائما يواعوهم من تعرفهم أزمة أخرى موجودة. هذه الأزمة شنو هي؟ مثلا الأزمة هاي الأسبوعات الماضية نخلق فيها الهجوم، كان فيه أزمة القدس، لما انتبه له حد، ما انتبه عن إخواننا في فلسطين كانوا يجاهدوا ويقاوموا ويكتلوا، وواحدين واحدين بلحم العلماء يدوروا يسفوه معناها. إذا الخطة شنو هي؟ الخطة تواع وموجودة وجاهزة ومرصودين لها الأموال ومرصودين لها الأجهزة، وتواع في أي بلد خاف من الدعوة فيه. منين تلاقي تظهر الدعوة في الخمسينات والستينات والسبعينات في مصر مثلا، لان اعطيكم مثال، منين كانوا بدؤوا بالسينما الاباحيه، وبدؤوا بالسينما شرب الكحول، وعاد كل حد عاد شراب الخمر عادي عند عامه الناس، عاد الزواج العرفي عادي عند الناس، عاد مس الاجنبيات اكرمكم الله عادي عند الناس بسبب السينما. بعث الله سبحانه وتعالى دعاة خيرين من هذه الامه العظيمه ارض الكنانه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم، بعث مولانا منها ناس فضلاء، أمة فضيلة تؤمن بالله وتجاهد في سبيل الله بالكلام وبلسانهم. انخلعوا الغرب، شن خلعوا؟ قاموا بعثوا جواسيسهم، وكلهم يلبس لبسه، رسلوا قاسم أمين، ورسلوا طه حسين لابسين لبوس الأدب. طه حسين ماشي يقضى دكتوراه في الأدب العربي من سيربون، كأن العالم العربي ما تلات فيه جامعة تعطي الجامعة في الأدب العربي يكون سيربون. ودائما هذه الويلات تجي من فرنسا، دائما هذه الكارثات تجي من فرنسا في اغلب الاحيان. الاسبوع الماضي صايعين امام بعد العيد على ملت، قال في خطبه الجمعان: اطيعوا الله واطيعوا الرسول وعن العريات يطيعوا ازواجهم صاعوا. المهم ارسلوا قاسم امين في صوره الادب، ورسلوا طه حسين وقال لهم كذا، قال لهم طه حسين: ليقول محمد ما شاء، ليقول القران ما شاء، لن نؤمن بابراهيم ولا بموسى، شيء لم تثبته كتب التاريخ ما نثبته. ومع هذا طه حسين يقول عنهم مثل ملام. ورسل نوال السعداوي: عليها من الله ما تستحق، إلى آخره. منين حس صورك عن موريتان زاد هي فيها ما شاء الله صحوة دينية،
واخلعهم في الحقيقة، اخلعهم من رمضان، خلعوا حق، اخلعهم عن رمضان، عن الناس ما شاء الله في المساجد وعمل الخير ما شاء الله، الصفحات امتلأت من عمل الخير، امتلأت من الصدقة، امتلأت من الدعوة إلى الله، امتلأت من الخير، امتلأت من فضل مولانا، خلعوا، عادوا لا يواعوا شياطينهم، وقاموا كأنهم حمور مستنفرة انفرت من قسورة، قاموا كاملين هيصة رجل واحد، يوم اني خلعوا، عرفوا عن دينهم اللي هو الباطل في خطر، وعرفوا عن حزب حبيب الله وحزب كريم الله وحزب خليل الله ان الله ينتصر، وعرفوا عن حزب فرعون وهامان والنمرود وعبد الله بن ابي والطالب العدود، فطالب العبد العدود عرفوا عن هذا الحزب، عنه قام وخلعوا وخلق ذاك اللي خلق. المهم باختصار شديد نقول لكم الخطه، وزاد هي الا نوع من ماسكات. قالوا لهم شوفوا الخطه الاولى، استخدموا الغوغاء، حد كامل قد ينضم لكم انضموه، جيبوه وادخلوا له لبوس، جوه بطي بشي يعود هو ياك يخدمه. للاسف هذا المخلوق حزب عبد الله بن ابي وطالب بن عبد الودود، للاسف جاهم من شيء حقيقي، وهو عن موريتان فيها الظلم، وهذا نعترفوا به ونقولوه للاسف، وشين عن موريتان فيها الظلم، وفيها ارواقيج متعطشين للعدل، وديننا دين عدل، وديننا دين استقامه. جاهم من هذه الناحيه، يوضح لهم يقول لهم انه معاهم غير هو ما هم معاهم، هو هدفه الحقيقي تدمير هذا الشعب، وهدفه الحقيقي تدمير هذه الدوله. ودليلكم عليها عنه ما مهم عنده الشعب، شوفوا ارجعوا لتسجيلاته لقيت تسمعوه يقول هي، قال لهم اشتغلوا على الشرائحيه، هي الخطه، حنقول لكم الخطه وبعدين اشرحها. قالوا اولا ادخلوا بلبوس معين، كيف تدخل المنافقين، جيب صفة معينة تعود وتصفوا بها، يسوى صفة مناضل، يسوى صفة داعي، ذلك الصفة اللي تجي بها يسوى شنو. والثانية والأخرى استخدموا لغة معينة، ديكسيونير معين اللي نعطوه لكم تم مكره. الثالثة والأخرى استخدموا الطائفية. الرابعة من هذا أطرصوا الشائعات، يدور يلصق من هالشيء. يقولون صار فيه مثل في كوميونيكاسيون والله في الإنجليزية، يقول عن throw it and see what sticks. Throw it and see what sticks. ازرق الشائعات وخرص، لكنها لا يلصق شنو. ازرق الشائعات، كيف حد عنده شيء من سيمو يبني له يزرقه، لا يلصق منه شيء مثلا. طيب هذه الخطة الأربعة، إذا ادخلوا لهم بنفاق لبوس معين زين عندهم، عدلوا لغة معينة ياك تفصلوهم عن واقعهم، واطرسوا الشائعات واشتغلوا على الطائفيه. طيب المدخل اللي دخل منه هذا الراجل ينقال طالب العبد الودود، ينقال مدخل النضال، وما اعظم النضال من يعود حقيقي، ويا ليتنا كاملين نعود مناضلين، وراني محيي المناضلين ومحيي ذوك اللي مغرور بهم بالنضال. النضال ما خلق شيء اعظم منه، النضال السلمي به اللي هو اللي تجبر به الحقوق، راني بحييكم، وضام صوتي لصوت اي حد مظلوم، وضام صوتي لصوت اي حد يبات في الخلاء وهو دولته ملانة من الخيرات، وضام صوتي لاي حد ينحبس ما يحاكم ولا نحاكم ولا قدم دليل على براءته، راني ضام صوتي لهذا كامل. يا غير اعطونا بسم الله يندور حزب عبد الله بن ابي والطالب بن عبد الودود، يعطونا دليل واحد على اهميتهم للشعب. كيف قلت لكم ندورهم يعطونا صوره واحده من طالب العبد، بالمناسبة هاي قضية مهمة، هذا الراجل قاع المشهور به ما هو اسمه الحقيقي، قاع مستلهينجيه، ذاك مستلهينجيه، انه الطالب ما هي اسمه مستلهينجيه. نختاره يعطينا صورة واحدة بالنضال، النضال الحقيقي ذاك هو النضال اللي عدل مارتن لوثر كينج، ذاك هو النضال الحقيقي اللي ما فيه سب ولا فيه شتم، ذاك هو اللي عدل غاندي، ذاك هو النضال الحقيقي اللي مولاه وطني، ذاك هو اللي عدل غاندي، ذاك هو اللي عدل نيلسون مانديلا، لك هو العدل تروز صاحبة وقفة البيس المشهورة في أمريكا، هذا هو النضال الحقيقي واللي ينجبر على ظهور الأظهر والحقوق، هذا الآخر ما هو نضال كذب. ولذلك شوفوا هو حد عادل ويبحث عن العدل، يلا يعود عادل مع الناس الأخرى. أرجعوا لتسجيلاته خرصوا اللي منها لا يجي لما نبوها شيوخه على الأخطاء اللي عدل، خرصوا عنه لا يقول لكم البيضان الحراطي المعلمين، الكفر ما هو سمى لهم حتى البيضان الحراطي المعلمين، وهذا قاع واحد، هذا ما فيه أي فرق، هذه مدة واحدة دينها واحد وخوت ولا فيها أي فرق. لماذا ما يسمي الكور؟ نقول لكم الفكرة، لماذا ما يسمي الكور؟ لا قضية واضحة، هو اللي لا عاد قضية عدل، الكور فيهم مظلومين زادهم، نفس اللي يجري على الكور يجري على الحاطين يجري على الكور، لأن قضيته ما هي قضية العدل، لو كان قضية العدل يتم يسمي الكور، قضيته قضية لغة، قضيته قضية تفرقة، يعرف عن الكور أكثريتهم يحفظنا ويحفظهم يبارك فينا وفيهم ما يصنتوا له،
ما يستنطروا، بالتالي ما هم دخلهم في ذا حق الله، فهمت قضيتهم حق الله، فهمت ذا قضيتهم، ما هي مهمة عنده، عن فيهم واحدين مظلمة ما هي مهمة عنده، فرد فرد هو اللي له يشكي، يشكي منه. معناها عن القضية ما هي قضيتكم أنتم يا المواطن البسيط مغرور بيك، يا المواطن البسيط خرص الحد يناظر عن حقوقك بدون أنه يجرح الناس الأخرى، خرص الحد يناظر عن حقوقك، ما هاجم دينك ولا هاجم نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، هذا هو اللي تخرص له. طيب أنا طولت حتى وشينا عندي، وبي قلت التحضير اللي أنا طولته. الثانية والأخرى يقولون هم سعوا في حرب أهلية في الدولة، شنو معناها؟ أي رمز يتعلق بالدولة هاجموا رموز الدولة، هاجموا رؤساء الدولة السابقين واللاحقين والحاليين. إذا عاد كان خالق رمز ينقال له رمز قائد لصقوا فيه اسم آخر، إذا عاد خالق رئيس آخر عنده لقب آخر وعنده تعهدات عدلوا لها لغة أخرى، ياك تحقروا الناس في رئيسها. والدولة اللي مبنية على أهم نظام في الدول هو نظام العسكر، اللهم باستثناء اليابان، ما نشاد اليابان والمان ما نشادين أخبارهم، أهم نظام في العالم هو نظام العسكر. هذا العسكر هو يهاجم عليه، ونحن لولانا العسكر ولولانا حرب أبطالنا في الصحراء وفي بلادات أخرى نعود ذلك نقول أمير المؤمنين نحب وليدين، ونعود جزء منه هوك يعدل روايات أخرى. يا غير أبطالنا وصنادرتنا وأبطالنا وأسود الصحراء، هذا هم اللي دافعوا عنا بجنرالاتهم وبكولونيلاتهم وبيطناتهم وبكابيتيناتهم وبلا كفر، انا غيرت الترتيب بس هو العسكر. هذا الصنادره مهما كان وهم يقولوا لهم عدلوا، هو عدلوا الفرق بينهم هم وتابعينهم اياك، لا قدر الله اذا قامت حرب اهليه عده هو يعلم التمرد. لهنا فهم من النقطه مهاجمه رموز الدوله، نكريكم واحد منهم بقى. هذا اللي في كندا يقدم ويقبض رايه موريتانيا ويمشي يشتريها، يشتريها بدولار واحد بالنسبه له بدولار، عنده غرامه يشتريها ويمشي يقعد عليها على الراس، نكريكم ما لكم لا تجوره ابدا، به اللي يحترم هذه الرايه ويقع ما يعتبرها دولته، اللي هاي الدوله اغلى عليه من دولته، يحقر موريتان ويحقر اهل موريتان بشي ما يحقر به الغرب، ويبقى على اطرح من قد، يبقى على اطرح من قد، ولا حد يتكيس، الارزاق مضمونه والدنيا ما هي مبروكه ولا ساوي حد، الدنيا ما هي ساوية اللي يبيع حد كرامته عليها، مهما كان رقاش ما يقد حد يبيع كرامته على ملة الدنيا ولا وش، اطفو بحد يبيع دينيته باخرته، اطفو بحد ما يبغي موريتان، اطفو بحد ما يبغي الاسلام، اطفو بحد يدور موريتان تدايب وتتحارب فيما بينها، هذا راه والكم عليه من الله ما يستحق، راه والكم عدو، اطفو بحد كاره موريتان ويدورها تخلع، يا الزاهر مولانا يقوم فيها التعمار ذاك، يا الزاهر مولانا، اطفو بحد يبيع دين، ادفو بحد ولو ينعطى له 20 مليون دولار يخترها عن دقيقه واحده مع والدته. اقسم بالله العلي العظيم يا حد اختر 20 دولار والله 100 مليون دولار عن دقيقه واحده مع الوالده والله مع والده اللي لسه فيه. وهذا تعرفوا الناس اللي توفى والديه، اسال الله سبحانه وتعالى لهم الرحمه، الله يرحم والديكم كاملين ان شاء الله منهم توفى ويسعدهم في الدنيا والاخره، يسعدهم في الاخره ويجعل قبورهم رياض من رياض الجنه. وين هو حد يا اخوتي هاني هو وساوي عنده السياسه وساوي عنده ذا النضال الكاذب اللي ما هم ساسي على شيء، ساوي عنده انه يعطي نهار عن والده ضعاف. اراني طالب منكم من هذا الجمع الكبير، الحمد لله الاف، طالب منكم ترحموا على والده الطالب والعبد الودود، ترحموا عليها ترحيم خاص وتطلبوا لها مولانا الرحمه والغفران وجنه الرضوان، وتطلبوا الوالد ان شاء الله طول العمر والصحه والعافيه، وسائلين الله سبحانه وتعالى ان يمتعوا بالصحه والعافيه لين يقر عينيه من ولو ما هو باس لحقهم الاثنين ان شاء الله. وراني شين عندي ذوك الناس اللي هاجموا اهل الطالب، شين عندي حتى هذا الراجل كل شيء توافقت عليه الناس يكون عنه اهله من اطيب الناس، يسوى اهله واسوى اخواله، الحق يقال الحسد ما هو شيء، هذا الراجل اهله طيبين وتبرؤوا منه وتبرأ منهم عفوا هو ما تبرؤوا منه. معناها عن لا تزر وازرة وزر أخرى، وهذه الآية الوحيدة اللي قد سمعته قايل ولا قالها قول صالح، معناها أنكم تكايسوا مع أهله هذا ما هم فيه، ولا تعودوا كيف هو اللي دخل أهلي أنا دخل أسرتي أنا في هذا، ولا هي نضطر معني نطش من الأخبار ما قد أعطيته، وهذا له يجر إن شاء الله المحور الآخر بين اللي طولت عليكم في ذا المجال، المحور الآخر اللي هنسمعكم إن شاء الله، المحور الآخر اللي هو الدفاع عني أنا اللي هنسمعكم إن شاء الله فيديو هون اللي قال هو نعود نكذبوها عقب ذاك ان شاء الله بالصوت والصوره. هاني نشوف يا اخوتي، بسمحي لي ينقلب او بالي نقفل بعض.
انا ده ما كيف تعرفوا ماني خبري فيه حتى. نحاول نقلب الصورة، ما عرفت الحيلة اللي نقلبها بها. هذا يدلكم عن بعد عكس جماعة أخرى اللي الحمد لله عندها جيوش مجيشة، عندها جيوش مجيشة واحدة فيها الله واحدة فيها اللات. المهم هذا غلبني نقلبه. لا نحاول كان نتصددها لكم بالسيف، وبعد الله يعود ما نعرف لك شنو ليبيا، بعد الله نعود نقد نقلبه. طيب خلاص راح، قلت البراهة هذه مشكلة راح. اوكي طيب دوركم تنتبهوا لهذا، يا لطيف اهي دوركم تنتبهوا لهذا الفيديو لين استنتوا ان شاء الله، وهو اللي فيه اتهامات خاصة بي انا ولا هنجاوبه. طيب بسم الله، هذا المعدل الاخ بسم الله سانتورو، يعني تسمى السكتو من نفس الوقت. طيب لهن وقف هذا هون شوي لنعلق على النقطة. شوفوا هذا اللي يدافع عن هذا الشخص اللي يقول عنه يدافع عن المواطنين ويقول عنه ناسياني عنده، شوفوا ده هو يسخر من أهلة النسويلة، يا أهلة النسويلة ما سمعوا ذاك، ويسخر من أهل الفراج الديك، شادية ما عنده علاقة بالدين، هو شادية من أهل الفراج الديك، الفراج الديك أضرهم مالهم، أهلة النسويلة ما أضرهم مالهم، أضرهم ما هم أهل موريتان والله شنو. وما هم اللي في راج ديك وفراج محمد سالم احدى الحرايب تتمنى تستهدأ، هو فراج محمد سالم في الزعتر يفتهر مو تعرف مونك الروايات، حد ما هو متعقد، حد واثق من معلوماته وواثق من شكله وواثق من ثقافته، ولا يعقده باللي منين ساكن. انا ما معقدني باللي منين ساكن، ولا معقدني عني جابني مولانا فقير من قد نعود غني لا همتني والدور تضاح لك ضاك بيدي راضي بذاك العاطيني مولانا، ماني كيف شم الناس الاخرى اللي بلاه مولانا بشم الامراض والعقد النفسيه. خالك شم الناس بلاه مولانا بالامراض والعقد النفسيه، والعقد النفسيه اللي ما يعرف حد شنو مريض وتروف مريض، وبسببها شمل الطفولة والتعيسة، شمل التحول اللي خلقناه. إذا شوفوا ذاك هل كان سويلم أراه يسخر منكم ويسخر عني أنا، واحد من شادية قال عني، حنشوف نشوف شمل شلاهية البلم. شوفوا ذاك اللي قلت لكم عدل الحية اللحية، شوفوا لا بد يدخل، شوفوا هذا اللي يدلكم على اللي نقول لكم، اللي عنده علاقة بالله يذكره الحية، الحية ذا فيه من منين؟ لاهي بهدي تمس من الشعائر دي، شوفوا ذاك ماسك الأول انقلع. طيب بيني وبينكم كلامه كامل اللي قال ما فقعني منه، ما هي هذه النقطة، ما فقعتني منه ما هي النقطة، لكن علها لكم. قال عني جيت وجبرت نصرانية من هذه الناس اللي مهتمة بالدين وعدل معاها بزنس مناكحات، اسمحوا لي شوي، وطالب من الناس، طالب من الناس يسمحوا لي على الله نقول، والناس المقربة مني يسمحوا لي علش من الأخبار لابد داري نطيه. طيب أول شيء نصرانية، الشخص اللي يتمثل النصرانية دين، وهذه المرأة تمثل مت قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في حين أنا أولاد الدين هاربين منه، هي دخلت الإسلام. هذه النصرانية اللي تقول أنت ضحات بكلام مع والديها، أخ 15 سنة والدتها ما بيتكلم معها على من دخلت الإسلام. هذه النصرانية اللي تقول أنت ضحات بولدها خلاته يمشي عنها ينزرق به اللي خطرت عنه الإسلام. هذه النصرانية اللي تقول أنت عندي موقفين لا نقولهم لك، وشين عندي عني نقولهم ولا نقولهم صدد عني الكاميرا بيدي منين نتفقدهم في حياة هاي المخلوقة، وراها هي ما ثلاث معايا للأمانة، وقلت لها هذا اللي خلق الحمد لله ما عندها فيسبوك، قلت لها هذا اللي خلق من قد الأمانة، قلت لها سمحي لي أنا عرضك انسمى بسببي، واتهمتي في عرضك وفي شرفك وفي دينك بسببي أنا سمحي لي. قالت لي لو كان اسمه سميانة نعدل الرواية أخرى، غير قالت لي ما اسمها. المهم لا نعطيكم موقفين وندوركم وتقولوا تقارنوا لي بين هذه المخلوقة
هذه المواقف الاثنين، وموقف الطالب العبد الودود اللي هارب من الدين واللي فيه علامات المنافقين اذا حدث كذب واذا وعد اخلف. هؤلاء الموقفين عندكم تقولوا لي كان المخلوقه الظاهر عنها من حزب خليل الله وكريم الله وحبيب الله والعلماء، والله من حزب النمرود وابو جهل وعبد الله بن ابي والطالب العبد الودود. الموقف الاول هذه مخلوقه مولانا تمثل مت وطاف سنتين ما دخل دارها حد يعلمها الاسلام، تعلمت الصلاه عن طريق يوتيوب. عادي تقدر تواغط وتكتب فيهم وتواغط عندي عنهم ما زالوا يقدوا ينجبروا. تقدر تواغط وتعلقهم على الحيط فيهم بسم الله ذيك في تاغط الاولى. لا هي الرح تاغط الثانيه. ماني الرحيم الهم دول الله. كل تاغط تكتب فيها وتتعلم الصله في التواغط وعاد الحيط ملان سبحان الله النباط كانوا عندي صور الحيط. وتعلمت الصله بهذه الطريقه وطالت سنتين هي تصلي بهذه الطريقه ما راح حد يعلمها الدين بهم اللي اولاد الاسلام المسلمين واحدين في شيء اخر. واحدين في النفاق وصد الناس عن الدين، ما جبرت حد يعلمها الدين. بعد سنتين والله سنه وست اشهر من اسلامها على الاقل عدلت انا معها الزواج ولاني ناكر على سنه الله ورسوله بسم الله. ولا عطاني تواغط اصل الصحه. لا تنزلنا له ينجو. ومنين جيت بعد سنه ونص لحقتها ما تعرف له وخرص ولذا الموقف اشبه هو والله حياه الطالب والعبد الودود. طيب. ثانيه. الموقف الثاني لا نقول لكم والله الموقف الثاني تميت نهار في رمضان قافل تلفوني طيت ويكند ماني في الدار وهذا يعلم الله سبحانه وتعالى عنه اللي بصيفته هذه خير منين نتفقد ونكسح انا من نفسي اذا جيت للدار لك والدي المخلوقه تبكي ياسر من البكي ياسر حكت الروايه شنو قالت لي بالعباره الواحده وي هاف بين اتاكت اند ذي هاف كيلد 21 اوف اس هذا شنو معناه قالت لي نحن وهاجمنا وماتت منا 21 انا خلعت عاقب تلفوني مقفوله ولا عاقب شكيت اني خلق هجوم في كندا وخلقت روايه. منين تبينت من امر ذا هو اللي هي نحن قاع ما تقول هل هل نحن عاد تقول هل هل غزه. شوفوا يا اخوتي. شوفوا ذي المخلوقه اللي يتهم ابن ادم في عرضها وهي نحن قالت لي عن اهل غزه انهم وهاجموا وانكلت منهم 21 تقول نحن ولا نبكيها هي. المهم هاي نرجع للشهادات ان شاء الله. انتبهوا لي لهذا الضبط انه قال عني كندا قبضت باسبورها ولاني زايد هبشي انتبهوا لي لهذا ممتاز طيب طيب اضبطوا لي هذا اضبطوا لي عنه قال عن هذه الجامعة هذه الجامعة قال عني طيت فيها طلت من قدامها وطيت فيها اسبوعين وقال عني كندا ما زيت الهش هذا ولا ينكذب الله ان شاء الله ربي لا ينكذبوه بالادلة لا هي نبدأ في قضية السعودية وسبحان الله عن خالق شي من الناس يفرسي رقاش عنه يقول شي يعود كان شاحدو والله داير الراس ولا ينزيدك برواية لا يجيب لك بالأدلة لا ينزيدك عليهم عن لا يقول لك خلاصي ولا يقول لك سبب مشيت يعني طيب بسم الله هذا وثيقة إن قالوا لا ترجمها لكم بسم الله هذه الوثيقة ينقالوا offer letter for ESL training consultant مهم عنه قال لي ما له باطل اشرح لكم هذا كونترا هذا عقد عمل اعطيته للشركه اللي قالها اي سيت اللي هي الشركه الدوليه للتعليم اياك نقرب جامعه الملك سعود اوكي دوركم تنتبهوا لي لهذا التاريخ 17 سبتمبر وخلصوا لي كان اسبوعين والله ما هو اسبوعين هذا 17 سبتمبر لين نعطيكم تفاصيله لين نعطيكم تفاصيله تفاصيل العقد تفاصيل العقد ذا هي بفضل الله سبحانه وتعالى شوفوا بخلاص 10,000 ريال سعودي شهريا السكن موفر بفضل الله سبحانه وتعالى النقل بين العمل وهذا موفر النقطة الأخرى بسم الله تيكت اللي هي بيات كل سنة مع 30 شهر هذا مو تو بغيظكم
أسيرانس إلى آخره إلى آخره. دوركم تنتبهوا عن هذا هو والهدف من السعودية في حد ذاته. هو من أين الهدف من السعودية في حد ذاته؟ الهدف من السعودية هي رأي KSU. KSU هي اختصار King Saudi University. الهدف من السعودية في حد ذاته ياك عود حد يقدي عبد العمر أو معايا التاريخ وتميت معاهم إلين يوم 24 يوم 24 ديسمبر 2017. طيب عدوا معايا 24 ديسمبر من سبتمبر سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر أربعة أشهر. يوم 24 في ديسمبر وفينا الترم الأول وعدتنا هنا إجبار الراحة. طيب قلت له هنا إجبار الراحة إجبرت أراني سابق أن قدم لهم قدمت عروض في مجموعة من الجامعات وأثناء معهم تميت معهم لا يجوني من العروض. جاني شغلة أخرى في هذا المعهد اللي ينقالوا International Institute for Language. هذه الشغلة اللي المرة أحسن مرتب وأقرب للحرم وهذا هو الهدف يعني. بسم الله شوفوا هذا التاريخ خلطت التاريخ اللي قلت لكم عنه مشيت عنهم يوم 24 بفضل الله سبحانه وتعالى. شوفوا هذا 28 ديسمبر 2018 معناها شنو؟ معناها أربعة أيام مكيفني وفيت منوك أربعة أيام كيفني واسمي ذا هو. طيب لماذا اخترتهم؟ فتبارك الله. شوفوا أولا اللقب أشبه هذا ينقال مستشار مستشار لغوي تربوي هذه هي الوظيفة. الشغلة up on arrival بداية العمل up on arrival يخلع عن التلفون من دشارجي لا ينوفى من هذا بيجي تلفون من دشارجي. المهم up on arrivals اللي هي دشارجي ولوفى له نمشي لكم وثائق إن شاء الله الشهادات. المهم المرتب ذا هو أشبه لا ينقصوا الشهادات لا ينقصوا جوجل لا ينقصوا جوجل ونسوي وزارة التعليم الكندية. خارج شيء قال وزارة التعليم الكندية أي حد أي مواطن أي حد عنده شهادة أي حد عنده شهادة ليه شو هذا موقع الوزارة لا ينسوا الوزارة كانوا هم أنا عالمين بيا والله ما هم عالمين بيا. هذه وزارة التعليم في ألبرتا وكانهم عالمين بشهاداتي والله ما هم عالمين بيهم. بسم الله شوفوا هذه وزيرة التعليم الكندية اسم هذا هو أريانا لاغرانك. هذا موقع الوزارة ما له حق ينفعني احتمال لا نعود ماني فيه معناها عني كذاب قاع والله فيه معناها عني لا إما عني هاكيت الوزارة وزارة التعليم ودرت فيهم معلوماتي. بسم الله لا ينقيسوا شيء ينقال له توينز توينز هذي اختصار شيء ينقال له راعي تيتشر. بسم الله تيتشر ورك بليس انفورميشن سيستم معناها عن كل مدرس مديور ملف ومديورين شهاداته. أنا لهين ندخلهم ونسوي بالوزارة كان أنا عالمين بي والله ما هم عالمين بي غلطوني أنا ما قص بيكم تاغط لا ينقال لي تاغط مزورة ينقص بيكم لا وزارة التعليم لا تمسوغ يمسوغ على كندا. طيب دخلنا الموقع هذا هو موقع الفرع اللي خاص بالشهادات في هذا ينقال له ساين إن. ساين إن معناها كل حد عنده كونت لهين دخلوا هذا شوفوا كان أنا هذا كذاب أشر والله كان كندا عالم بيا. دخلنا قالوا عندهم خيارات يدخل حد بجوجل ويدخل هذا بمايكروسوفت وهذه الطريقة الأخرى يدخل حد بأدمين حد من الوزارة قد يدخل. أنا لهي ندخل بجوجل بسم الله لهي نكليك على جوجل يا خير شو اسم الناس ما يحشم لهي ندخل بإيميلي هذا لوك هو اللي عليه صورتي هون نقول لكم ذاك مغطيه لاش هذا مغطيه به اللي يشوفوا هاي الكلمة ينقال لها confidential number. أنا من نعت الرقم العود مخالف القانون يقرب عليه نعت لكم الاسم باللي ما هو مخالف القانون. شوف هذا موقعي أنا موقع الوزارة فيه اسمي أنا ذوك هو ملفي أنا ذو هو ورقمي ذوك هو رقمي ذو هو رقم ريفرنس ورقم الشهادات. ومن يدخل حد هذا الموقع لهي نقول لكم شلاه يجبر شي كامل منو قد ينعت من دور الناتو تي كيو اس لهي نقول لكم من يدخل حد الموقع شلاه يجبر ناس انا ما لابد ان نعود ندافع عن نفسي قد نقول جيب بينه ولا هو لا يجيبها ولا هو لا يجبرها لان قد نقول خير ما عدل. بسم الله حد دخل لهي يجبر لهي ينقال له البرتا تيتشرز اسوسيشن ولا يجبركم بالفرنسيه قاع الحمد لله هذا مالو اسمي انا يا اخوتي بشير. بسم الله قال لكم عن هذا وعنده اذن السنوات بالشهادات وما له حق من السنوات ورباك. بسم الله لهي نقيمه نعتو لكم الله هذه الرواية هاي لك شنو هاي مالها بي اتش دي 2018 مالها بي اتش دي. طيب انا الصقع الوزارة هذا اللي يقول هو عنه عن الجامعة ماني متكلم معاه هذه دكتوراه
معترفة بها كندا، وشي معترفة بها كندا كافي، وهي جامعة ينقالها أتاباسكا يونيفرسيتي، جزء منها معدل فيها ولا هي كاملة معدل فيها. بسم الله، لا هي مولي انجيس وأتاباسكا يونيفرسيتي اختي، هو الكذب ذا، هي مولي انجيس وجامعة أتاباسكا يونيفرسيتي، عفوا انجيس وجامعة أتاباسكا يونيفرسيتي انجيزو أتاباسكا انجيز، ديرها في جوجل، نديرها لا في جوجل مولي أتاباسكا يونيفرسيتي. ما قال قاع جامعة شهادة أونلاين، وكان قاع قال أونلاين نسكت عنه. هذه مالها، هذه ماي ايو جامعة أتاباسكا يونيفرسيتي، ودخلنا فيها لهذا اللي ينقالو لوجين. بسم الله، ماي ايو انجلس، انا موقعي انا من نفسه، كونتي انا من نفسه، بسم الله دخلنا موقع الجامعة، بسم الله هذا منه، هذا سميان، هذا موقعي في جامعة أتاباسكا، بسم الله هذا ماي كورسز، شهادة كامل قط قط إلى آخره. طيب قضية أخرى، قضية لنس ذاك تخرميز الأخرى، نردكم هون على رواية أخرى. طيب أنا ذاك ندور بيه للطالب وقت، حتى ندور الطالب وندور ذاك الحزب الأخر ينعت إن انا وزارة التعليم عالمة بي. بسم الله، الطالب والعبد الودود نعت لي وزارة في امريكا عالمة بيك، ونعتها المشاهدين، نعت اللي محترم نفسك يعملها وزارة البيئة، مو له تصغير وزارة البيئة، والله قاعد شوف نقول لك وزارة الهنود الحمر، حالك شبعت الهنود الحمر، وابصر شيء قد حد يجي يقول عنهم الهنود الحمر، وجيهم يقولوا معناك من الهنود الحمر، ونعت لنا نعت لنا الشيف كندا يثبت على هذا. طيب ذاك السؤال الاول، اي نطرح شي من الاسئله هون عليكم، هم اللي نختم بهم ونطرحهم على الطالب، استاذ طالب العبد الودود، احتراما له نقول الاستاذ بيلي متخرج من جامعه من مؤسسه محترمه ينقالها لناس. طيب لكن بشرك، شوف انا مواطن موريتاني ومواطن كندي، مفتخر بهم الثنتين، كندا دوله عظيمه وموريتان شعب عظيم وكامله فوق راسي الثنتين، ومحترمهم حتى يغير عزة هذا ما ادافني عني نبيع هذا، عزة هذا جبير هذا ما بعت هذا، ولا بعت ديني ولا بعت وطني، هذا هو اللي ينقال هو الحقيقه. وحامد المولانا اللي عدت نقد نعتهم عن عاد دبل ناسيوناليتي مسموح بها، حامد هالمولانا عني عدت نقد ندخل دولتي، رافع راسي، رافع راسي ونعت راسي ونعت شهاداتي ونعت هذا، هذا هو اللي ندور. وارك هاو الاسئله انت راه هو فات جاوبك تال، وجاوبك جاوبك نور، وجاوبتك جماعه اخرى. ندور الصدرك نقول لكم روايه جماعه، شوفوا من الانصاف هو قاعد يجيب له ادله، لا يجيب لي قد جبت لك من الادله، ونعود نزيدك ومستحيل نزيدك. انا داخل كندا ايا كان طريق دخولي لها، وجبرت التواغط وقال هو عني متزوج، متزوج كنت في كندا، وهذه شهاده الزواج، ولا عدت اللي جاب رعيه التواغط، دورك انت تجاوب لي على هذه الاسئله. اذا عدت اللي حقيقي اذا اللي قايل الطالب العبد الودود، نعت ان انت علاش داخل كندا، وعسني عسني من يعود تقدر تقول الناس عنك داخل على اساس عنك مخنث. واسمحوا لي هذه اول عباره ساقطه تطيح مني، كيف وقد قيل، كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم للراجل في اخبار الرضاعه، كيف وقد قيل، والفحش هو اللي عي يوجب، ويحك مصوص بدر الله. انا تلفوني تفات لين نقول هذه الاسئله، نختارك تجيب لي دليل واحد عنك داخل كندا يسوى شنو، قول لنا باش داخل كندا، نعت لنا اسمك في وزاره من وزارات كندا، نعت لنا اسمك شهاده انك تقري في جامعه والله مؤسسه، وراني لكم وقت اللي نعتها كنت مدير مدرسه سنتين ونص هون، مدير اعداديه وثانويه واعداديه ابتدائيه واعداديه وثانويه هون في كندا في ادمنتون البرتا 127 ستريت و115 افنيو، والوثائق موجوده والادله موجوده، واذا عاد كندا تكرت علي تلاميذها وانا ما عندي شهادات هذه كارثه. وراني لك كنت ندخل على النصرانيات اللي كلهم لها 40 سنه راسها اصفر وعينيها زرق، تقبلها الرجبه لا تخسر كلهم كلام من صالح لاي، اقسم بالله العلي العظيم تقبلها الرجبه لا تخسر كلام من صالح قدامي، ولا تخسر شيء في التعليم قدامي. هذا هو اللي ندور نقول لك، جاوبني انت على الاسئله، جيب لنا اسمك في واحده من الوزارات، اثبت لنا عنك بار وقيم شور موريتاني يسوى الله يخلق يسوى يقوم فيك التعمار، اثبت لنا عنك مواطن موريتاني وقول شيء في مصلحه موريتانيا ولو مره واحده. وراني محييكم ومسلم عليكم وطالب منكم السماح، وراجي عن المنافقين وامثالهم ما يحوجوني على فيديو اخر، والله ما نبغي الشهره ولا ندورها، والله انما اريد ما اريد، اسال الله سبحانه، واسال الله لي القبول، واطلبوا لي مولانا يسلكني من هذا اللي مظنة الرياء
وهو طبعا يدور يعدل عليه ياسر وينقال عنه رياء وينقال عنه. واطالب الكم مولانا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الله يحفظكم ويبارك فيكم. وراني سامح لحد كامل وقع في عرضي، يكون حد وقع في شرف في شرفي، والله كذبني. طالب ماني سامح له. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.